سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح ندير هذا الفيديو إجابة على واحدة من المشتركات في القناة اللي طرحت عليا سؤال وش هما الأدوات اللي استعملهم في عجين السيراميك. والله يعني الأدوات وش هما بالتحديد، أنا راح نحط لكم الصناديق اللي نحتفظ بها فيها بالأدوات. ما كانش أدوات محددة، هي أنا اون جينيرال يعني في أغلب الأحيان ندير التسوق تاعي في محلات الحلويات ومحلات لوازم الخياطة. محلات الحلويات لأنه أي شيء يتعلق بعجينة السكر فهو ينفع لعجينة السيراميك، القوالب، ريشات، الألوان الغذائية. مثلا انا في هذا هنا الادوات، الريشات هذه شريتها من محل التكنو. كاين هذه كيما هذه اللمعات، استعملهم في بعض الاحيان اللي هي ملمع غذائي. هذه الالوان كيف كيف الالوان هذه اللي نستعملها في بعض الاحيان لتلوين عجينه السيراميك. ماذا اخر؟ بالنسبه لي هذه الإسفنجة استعملها لتساعدني في تجفيف الأعمال اللي أقوم بها به، ما تصرش تعوج هذيك الأعمال. كاين هذه شريتها، هي فسدت يعني تصدت، شريتها من موقع امازون. انا عايشة في الجزائر ما كان عندناش البوسيبيليتي، بصح شفت واحدة الباج في الفيسبوك وشريتها. كاين هذه كما هادو الادوات اللي تشبه هذه، هي الادوات اللي يشكلوا بها عجينة السكر، هذه وسي استعملها. كما هذه الطوابع هي نورمالمون للحلويات، استعملها كذلك. ممكن استعمل اي شيء، ساعات حتى الالعاب تاع بنتي هاي لتشكيل شكل دائري نستعمل هذه. ماذا اخر؟ بالنسبة لفرد العجينة انا استعمل هذه الخاصة بعجينة السكر كيف كيف. ممكن كاين الات هذيك اللي احنا نقول لها تاع البقلاوة، اللي نحطوا فيها اللي نديروا بها العجينة تاع البقلاوة، هذه كذلك هي خاصة بالحلويات. ماذا اخر؟ بالنسبة للألوان يعني درت فيديو قديم على ماذا استعمل تلوين عجينة السيراميك، كل أنواع الألوان تقدر تستعمليها. كما هذه خاصة بالقماش، هذه كذلك هي خاصة هذه للسيراميك، علامة بيبيو. وكاينه لي خاصة بالقماش كيف كيف، هذه ساعات تستعملها، هذه ملونات للأقمشة ساعات تستعملها في تلوين العجينة. كاين هذه أكريليك كيف كيف نستعملها في التلوين. الألوان المائية، اسمحوا لي الفوضى اللي في الأدوات تاعي لأني عندي وقت طويل ما خدمتش بعجينة السيراميك، ولا لأنه سبب الكورونا بحكم عملي في الصحة دونك نسيت الهواية تاعي. هذه بالنسبة للأدوات، قلنا أكثر شيء هي أدوات تشكيل عجينة السكر تلقاوها في أمازون، في محلات الحلويات. كذلك أنا شريت هذه كذلك كيف كيف، هدية لصنع الإكسسوارات، خاصة هذه اللي فيها العلاقات. بالنسبة للتزيين أزين بالأنواع الخرز، كل هذه أنا نلقاها في محلات بيع لوازم الخياطة كما هذه كيف كيف. هذا الخيط مطاطي يستعمل خاصة في كما نقولوا احنا في البراسلي والعقد كذلك. وساعات نكون محضرة مجموعة من الاكسسوارات للتزيين باش تجيني سهله، يعني اذا احتجت اني نزين حاجه نكون دايرتها بالعجينه في حد ذاتها. اذا قلنا به ما
اذا كان عندك شكل معقد من الاحسن انه تستعملي تكون عندك الاشكال من قبل، ولا تخدميها وتجف فيها، تخليها تجف ومن بعد تلصقيها مع بعضها هكذا باه تفيتي انه العجينه تتشقق. هنا كاين هادو ايضا، هادو يساعدوا في عمل الاكسسوارات خاصه اكسسوارات الاذن، وهذه اللي تساعد انه تتعلق سيرتو في علاقه المفاتيح الاشكال اللي نعلقوها فيها. ماذا ايضا، هذه بصفه موجزه، وش من هما الاشكال ولا الادوات اللي استعملها، يعني باه تعرفي الادوات ما كانش ادوات محدده، هي مع الممارسه مع كل يوم تستعملي شكل لانه تعود عندك الابداع ولا لا كرياتيفيتي، باه تشوفي. انا مثلا انا قادر نهز لك غلاق هذا تاع سعيده ونستعمله باه ندير شكل دائري، مع الوقت راح تكتسبي الخبره وتعرفي وش اللي تحتاجيهم. كاين هذوما الورق الزجاجي ايضا ما تحدثش عليه، الورق الزجاجي وقت نستعملوهم في تزيين الفخار كيعود نورمالمون. هذه بصفه مختصره، اذا عندكم افكار، اذا عندكم خبره اخرى مع العجينه خليو لي في التعليق، ولا اذا عندكم اسئله انا في الخدمه. وشكرا على المتابعه، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. Thank you.